لتلتقي من خلال جسر توزر وهنا في هذا الفضاء الجميل مع جمهورها اللي هو في انتظارها. هي كبرت عربيا واحنا كنا متأكدين بأنها ستكبر أكثر فأكثر، وصورتها كبرت هذا المساء. حب نستقبلها بالحب اللي حملته لينا من القاهرة إلى تونس، الفنانة النجمة ذكرى محمد. خليك كلمتك الأولى ساعش تقول الجمهور التونسي بعد هالغياب والانطلاقة العربية وأطلالتك الأولى التلفزيونية الآن بعد انطلاق العربي ذكر. أولا نقول لهم إن شاء الله عامهم مبروك جديد وإن شاء الله رمضان سعيد عليهم، وأنا فرحانة طبعا وأني نلتقي بهم مرة أخرى من خلال التلفزيون اللي بدينا كلنا منه، و ان شاء الله يا ربي نحاول نساعدهم بالجديد باللي جبتوا باللي عملتوا، ولك انت التحيه الخاصه طبعا. اتحت لي فرصه وفرصه جميله جدا، وعلى فكره ديما نشوف فيها سهريه. لا لانك جيت من القاهره المطار تونس قرطاج دولي، من مطار تونس قرطاج دولي ركبت طيارة أخرى جيت لتوزر، من توزر نزل دار الشريط للسويت للاستوديو. ما أنا ما شفت شيء في توزر. لا بصراحة. مشيش لشبيكة ميداس تمغزة. لا. عملت دورة. ما نعرفهمش من طيارة لطيارة للسويت الهونية. ريت شوية. أي شوية. مشيش لشبيكة تمغزة دياش. لا يا ريت. شيء. يا ريت يا ربي تو يلا دار الشريط تبعت حامضون. شفت عندك الوقت الكافي باش تمشي؟ شفت باللي خساره باهي ذكر. نعم. هل مشى القاهره وهالانطلاقه العربيه كيفاش جات الحكايه؟ هو الانطلاقه العربيه ونتصوروا انه حلم يراود كل فنان عربي. قديش فكرت أنا في الحكاية، لكن ما كانتش الظروف يعني سامحة أو سانحة إن صح التعبير. لما جيت الفرصة وأني نتحول إلى القاهرة ما جيت كده فجأة معنا في نهاية الأمر، ما ظنيش دعاية وحملة وهلم وهني لا 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 مش نعمل عليه هذه تعودنا بها اللغة تقريبا عند الوسط الفني يعني. ما عملتش هكا خاطر المهم النتيجة، مش هاني ماشي هاني ماشي هاني ماشي. اما الحظ عكسك برشا في وقت ما. يعني ديما نقول انا مكتوب. مش عم نقول اكثر من كتله ربي. تقولها باش تبرد على قلبك اما. ممكن. تو تقولها هكا باش تبرد على قلبك، لكن ممكن. يعني انت في جيل لمينا فاخد، في جيل نتاع مجموعه كبيره نتاع اصوات جيده، صوفيا الصادق، ايام عبد الرحمن العيد، ياسين العيشي. مجموعة كبيرة تبارك الله، صلاح مصباح، شكري بوزيان، شكري بوزيان، جمعة كبير، شكون آخر؟ برشا رحلة مع الفرقة القومية. سفري، شو باش نقول لك؟ والله هو سفري، ربي هو اللي قسمها، سبحان الله. معناها ثم دعوة صحيحة جاتك نتاع ربي قوي يساعدك. أمي دعت. أمك الله يرحمها. هي دعت. أكيد. والا التوفيق ما خاطر وصلت لها. بالنسبه لي انا النتيجه عاديه، يعني انك تولي نجمه عربيه هذا من حقك ولا نقاش فيه. يعيشك يعني ومش مجامله هذايا. نعرف. انا مره قابلت في مهرجان الغناء العربي في نوفمبر اللي فات في ابو ظبي حلمي بكر، يقول لي من اهم الاصوات العربيه ذكرى وصوت ذكرى وذكرى ذكرى. كيفاش كانت الانطلاقه في البدايه؟ خاطر جات بعد هاني مهناها وتعاركوا وتخاصموا هاو محاكم هاو مشكله هكا هربت عليه هاو هرب عليك ولا كيف؟ احكي لنا الحكايه شو قاعد.
اللي وقع بالضبط بالضبط نحكيه بالتفصيل. لا مش بالتفصيل ما تعرف. الوقت اللي وقع بالضبط ما كنتش ماشي لهاني والله، يعني ماشية مثلا كما تقول انت واحد يجرب في حد. قابلت ناس، قابلت برشا مسؤولين شركات، يعني ناس ماسكين شركات في مصر، شركات انتاج. وسبحان الله ديما نقولها، وجاني عرض يقولوا لي امشي لهاني مهنا، ورفضت ما حبيتش نمشي. وبعديك الدور الايام ونمضي العقد مع هاني مهنا. سبحان الله ما تعرفش على الدنيا كيفاش. قعدت شهرين او ثلاثة شهور يعني في مفاوضات مع شركات اخرين، ورس الموضوع على هاني مهنا. العقد مع هاني مهنا شي يقول؟ العقد مع هاني مهنا شي يقول؟ هي حكاية بسيطة جدا. يقول وانه هاني مهنا لازم ينتج شريطين في السنة الواحدة. باه واضح. عمل له حياتي عندك قعد عامين. باش نعمل له المفروض انه العقد يعتبر لاغي. وهكا كانت وهكذا كانت القضيه. هو طبعا ما استحسنش الحكايه. بيان سير. نعم باهي. اذا انطلاقتك كانت بنجم نقول الالبوم الاول وحياتي عندك. طبعا وحياتي عندك، وما ننساش برضو فضل هاني عليا اوقف معايا في وحياتي عندك. ربما الظروف ما نعرفش الحاجات ممكن انا ما نعرفهاش خليته يكون بطيء في الاستمرار، وانا كنت حريصه جدا على اني نستمر. فحصلت المشكله، لكن ديما نقولها فضل هاني مهنا كبير عليا وقف معايا برشا في وحياتي عندك بصراحه. نعم. ولو انه الدعايات والاشاعات قالت انه ذكرى محمد جاءت لضرب سميره بن سعيد بعد طلاق سميره بن سعيد. لا 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 اعوذ بالله. انت تعرف صديقتي بسميره ما نعم. ما انتصرش. لا معناها ما قيل وما روج يعني. طبعا هو اي جريده او مجله او يحب حاجه مثيره باش الناس تتسائل او تسال او تقول لك اش فما، واش فما بين فنانه وفنانه ديما يحبوا يعرفوه الناس، واش فما بين مثلا فنان غير متزوج وفنانه غير متزوجه. نعم. فيحب يوجه النقاط هذوما. وحياتي عندك عطتك فرصه للانطلاق عربيا يعني كانك لكن وراك خاطر قبل الانطلاق عربيا ديما يقول لك لازم من الاقناع وطنيا. ظن انت نجاحك في تونس وتجربتك في تونس افادتك برشا ذكر للدخول السوق العربي. اكيد اكيد. انا في تونس الحمد لله يعني دخلت للتاريخ الفني التونسي من بابه الكبير، يعني غنيت قصائد، غنيت اغاني عاطفيه، غنيت اغاني وطنيه، غنيت اغاني دينيه، كل هذا عملته في بلادي. نعم. والحمد لله خليت بصمه في بلادي. نعم. هذا افادك يعني الانتشار عربي؟ اكيد افادني في اختياراتي، افادني في تفكيري، افادني حتى في وقفتي على المسرح، حتى في الغناء، في كل شيء. طبعا طلعت برشا على كارتاج وغنيت برشا في المهرجانات وقابلت الجمهور كما يقولوا لايف برشا في المباشر. فطبعا كلها تجربه، كله يتخزن في المخ. نعم. في حياتك الان العربيه وفي دخولك الواقع العربي المعطيات تغيرت اكيد، ثم احتراف ثم تفرغ. هالتجربه هذه نتاع بعض السنوات القليله في الشرق ايش تعلمت منها؟ ايش لقيت ناقص عندك ذكرى؟ وشنو هو ناقص عموما الفنان التونسي باش يكون نجم عربي كبير برشا؟ هو بصراحة مش ما نجمش ننكر، مش ناقص في المطربين أو في الفنانين. بسم الله ما شاء الله تونس تزخر بأصوات لا مثيل لها في الوطن العربي. نعم. سواء رجالية أو نسائية. نعم. إنما صناعة النجم أو النجم ما زالت مش موجودة في تونس، أو ما نعرفش ممكن وظروف عدة تدخل في الموضوع. عملت بروفة باش تكلم بالتونسي؟ ما غلطتش. لا عندك برضو بس مجموعة ترابيسك أكيد أنك ما تعرفهاش، لكن أنا اكتشفتها مؤخرا مجموعة طيبة ممتازة، ناس يحبوا الموسيقى
اكتشفتهم عن طريق بعض الأصدقاء، بعثوا لي بتسجيل، حبيت التسجيل هذا، قلت حبيت اليوم ياخذوا فرصتهم بدون ما برفوا معاك، خدموا هما في سوسة قبل ما يجيوا لتوزر وحضروا لك وحياتي عندك. فأعتقد أنه مناسبة سعيدة برشا، بس النجمة ذكرى تكون مع مجموعة أرابيسك وحياتي عندك. يا الصحة ذكرى. توكي غديت مع مجموعة من موسيقيين تونسيين. أنا هي الفترة اللي ذكرتها في تونس، أنا هي فترتك خاصة بصراحة. أنا مريت بها. أي طبعا. فرقة قومية. فرقة قومية. كانت ذكرى جميلة. طبعا. كانت فترة طبعاً حلوة برشا. كنا مجموعة طيبة ومجموعة أصوات جميلة جدا. نعم. نذكر منهم شكري، بوزيين، كان سلاح، سلاح مصباح، أمينة فاخت، صوفيا صادق، شكون، هدية جويرة، باش ما ننساش يا ربي، يعني مجموعة كنا ملتفين حول الأغنية العربية ولا ما يفيد الأغنية العربية. أو مشحات أدوار. طبعا طبعا. وعملنا تجويد قرآن وقرينا سولفاج. كانت بصراحة فترة طيبة جدا جدا جدا. هل العلاقة مع هذه المجموعة اللي ذكرتها انقطعت نهائيا بصراحة؟ لا والله لا، ما انقطعتش، لكن البعد أو مسافة المسافات بين الواحد وال ما انقطعتش وما توصلتش. اي نجم تقول، خاطر كل واحد بعد على الاخر. نعم. والدنيا مشاغل كما يقولوا. تتبع في اخبار الساحه الفنيه؟ اكيد اكيد اكيد، يهمني يهمني واني نتبع اخبار الساحه الفنيه. كل حال مازلنا باش نتواصل معك السهرة، مازلنا باش نحكيو هذا كله، مازال التصديرة تقول دوما حذرني. اي دخول. شكون اطول انسان تعرفه في حياتك، يعني اطول قامة تعرفها في حياتك؟ قامة؟ اي اطول واحد. انت لو قداش طولك مثلا؟ انا 169 168. اي طويلة. اي لا تبارك الله. لا اطول واحد تعرفه في حياتك عرفته؟ هني مهن. قديش طول؟ أما طويل برشا. أما طويل برشا. ما لكن شو سوى رضوان؟ اش تقول لي هني مهن؟ نستقبل مع بعضنا هل 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 هالرجل العملاق، نجم نقول الشاب رضوان اللي لقيناه في دار شريط وبطبيعة الحال نحب نستقبله. مرحبا بك رضوان، تفضل رضوان. السلام عليكم. مرحبا بك. لا معناها خلينا تبدا الامور واضحه. قداش طولك تو؟ 135. 135. يعني عندك مده انت هكا؟ والله لا عندك مده انت طويل هكا. شو نقول لك تو يعني بيع طويل. بكره طويل يعني. عليها لعبت كرة سلة؟ لعبت شوية برا. الميكرو شوي. ايوه. في العائله كامله هكا؟ لا انا الوحيد في عائلتي طويل. ما فكرتش نهار باش تقدم روحك باش تعلن عن هالقامه تبارك الله؟ والله انا عملت برشا يعني ارتيكلوات في الجرايد، عملت اقبال في المنظار واني حاجة عادية بالنسبة لي. حاجة عادية؟ تو الطول هذا ما عملك حتى مشكلة. الحمد لله والله الحمد. لا ما أنا مش مقلقك في حياتك. لا مش مقلقني بكل. حتى ترف. تحس روحك إنسان عادي. في وسط الناس تحس روحي نورمال، ما عندي حتى شيء قلق. تحس الناس يجيو لهنا لدار الشريط يقعدوا بهتين. بالطبيعة كل إنسان مش شفتني أول مرة مش بهت فيا. نعم. أنت كيف شفتني أول مرة بهت فيا؟ أنت تو بهت. توا باين حتى فهمت ولا لا؟ يلزمني يلزمني نلقى حل معاك. تعب شويه. توا القامه هذه مش بسبب تغذيه معناها خاصه ولا؟
مش سبكتاك هو سليم. سليم عاش معاك نهار كامل لكن حبينا نقبل الريبورتاج بتاعهم نبحثوا فيك شويه يعني. شويه تو الصبات عادي يعني مش عادي قداش تبسترا الطول مش لازم نقيس انا وياه اما مش قيسوا الصبات راه دور شويه حط برميل دورك كارد ايوه شنو عندنا ثم شكون يساور الصباب من الشمس شنو بزاف وظل منيح تدعم فارس اقعد وظل ركز وظل درج تو عمقك يتعوج يعني قداش الصبات 55 سم 55 اللهم صل على النبي عايشك اللهم صل على النبي يعني شو يقول لك انا بقول حاجه شفت هكا ذكرى فرجي بحثنا ذكرى بربي انا لا مسيرج ذكرى جحاش لا لا علاش تفجعت تفضل يا جماعه لا لا ما تفجعت الله يخليك عسلام عسلام جنت من هنا تو تعرف انت تو تعرف انت الانسان قداش في العالم والله باش نقول لك ما عنديش فكره صحيحه عطوا الانسان في العالم ما يقولوا ثم عطوا مني تو عادي هذا كله الحمد لله تشوف فيا قدامك وقدام الناس كلها اللهم صل على النبي مش طويل برشا اي ما تقوليش ما تقوليش هاني مهنا ليه ها هاني مهنا لهنا ها لهنا هاني مهنا لكن تفكرش نهار باش تعمل فيلم باش تستغل هالموهبه لانه في نهايه الامر هذه ربي سبحانه وتعالى بطبيعه الحال نخمم نهار باش تعمل فيلم ولا تجيني فرصه باش تعمل فيلم تعرف الرجل في العالم قداش طوله من موزمبيق هو ما قلت لك يقولوا ثم الناس في الطول اطول مني شو معناها قداش قلت لي 2 متر 35 اطول رجل في العالم 2 متر 57 ما شاء الله معناها صرف على صرف شي نجم واحد شي نجم واحد يخلط يا سيدي بارك الله فيك يعطيك الصحة تحية الخولة رضوان ونشوف الريبورتاج اللي عملوا مع سليم يعطيك الصحة رضوان عيد ميلاد طبعا أي نجاح ما يغنينيش على على إحساسي وأني نجحت في عيون التونسيين مهما نجحت في أي بلاد خزرتهم هما ليا تعني لي برشا بالنسبة وأني نحافظ على نجاحي طبعا طبعا نحافظ عليه ونحبه يستمر ويا رب يا رب إن شاء الله يعني هو المشكلة مش النجاح بل المشكلة الاستمرار والاستمرار من أصعب من أصعب الحاجات يعني في الدنيا اللي نقابلوها قضية أنك تغني مصري تغني شرقي مش متروحة بالنسبة ليك لا بصراحة أنا غنيت مصري غنيت تونسي غنيت ليبي باش نغني خليجي إن شاء الله تجربة قادمة غنيت خليجي غنيت الأستاذ أبو بكر سالم أنا بالنسبة لي أنا مقولة الفن ما عندوش جنسية صحيحة 100% يعني ما قلقكش أنه يلام عليك أنك ما تغنيش تونسي كيفاش ما غنيش تونسي النجاح معناها أم أنك تعتبر أنه الفترة تجوزتها يعني لا صراحة ذكرى معناها هي الخطوة الأولى اللي اخطيتها أكيد لازم تكون من بلادي وعملتها من بلادي إنما الخطوة الثانية هي الانطلاقة العربية قلنا وحصرناها في مصر مع مصر أو تأكيدا للنجاح العربي نحب نأكد نجاحي في الجزيرة العربية وقلت لك ما يغنينيش وأي نجاح ما يغنينيش وأني ننجح مع حاجة تونسية أو حاجة من إخواني التونسيين نعم أكيد وأنت في مصر في أوقات الراحة متاعك في أوقات تحاور ذكرى مع ذكرى في تاريخك تذكرك الفترة اللي قضيتها في تونس وتفكر خاصة الأعمال الكثيرة اللي كانت إفراز العلاقة بينك وبين عبد الرحمن العايدي هي بصراحة أنا بالنسبة لي أنا كل أعمالي اللي عملتها مع الأستاذ عبد الرحمن العايدي والأستاذ حسونة قسومة كانت بالنسبة لي أنا أوسمة بصراحة أنا نعتبرها هكا شو تذكر خاصة صراحة أنا واللحن خايبين أنا واللحن اللي تحلوا أكثر اللي أكيد عنده جو الخاص عنده فترته الخاصة نعرفك باش تجاوب ونعرف القاري اللي في دماغي في بالي
ونعرفك تعرف الغنية اللي تعز عليها شنية، أما أنا ما نقولها إيش قولها أنت. حبك تغنيها. إلى حضن أمي يحن فؤادي، فأمي أميرة الله يرحمها على كل حال. اللي حابب نغير الجو وباش نخرج للفضاء الخارجي لأنه كوثر فنتي طبعا ما شاهدناه هو جزء من احتفالات كثيرة في هذا المهرجان الدولي للواحات بتوزر اللي هو العرس في نهاية الأسبوع، والملحوظة المسجلة في توزر أنه ثم زحمة، حتى أنه فريق التلفزيون موزع بنسبة 99% في نفطة و 3% إلى توزر. هذا الإقبال السياح الكبار على ولاية توزر. ذكرى عندك فرصة هامة ياسر في نهاية الأسبوع هذايا باش تدور في أنت عمرك ما جيت دار شريط؟ لا بصراحة حتى أول مرة. سمعت دار شريط طبعا، وثم إنجاز جديد هو دار زمان، إن شاء الله تلقاها الوقت باش تزورها ان شاء الله يا رب. سي عبد الرزاق مرحبا بك شريت. مرحبا بك سي نجيب. يعني بعد مدينة الأحلام أحلامك كبرت يعني. وهذا يا فهمت لله ماشي في نساق، كما تقابلنا المرة الأولى تحدثنا معنا على متحف دار شريت من الأولاني. نعم. اللي هو نافذة اللي يعطي فكرة على الحياة التونسية في العادات متاعها والتقاليد متاعها والجذور متاعها والهوية متاعها. هذا هو الأولاني اللي يعطي فكرة، على خطر هي حضارة متجذرة. نعم. عتيقة، وغالب الناس وصلت اللي ما يعرفوهاش. هذا نموذج فهمت الله من الحياة التونسية. نعم. المشروع الثاني هو يعطي فكرة على الذاكرة التونسية وعلى الأفكار التونسية وخاصة على الخيال التونسي اللي يتمثل كان في مدينة الأحلام. نعم. اللي يعطي فكرة على الخرافات التونسية اللي هي اللي جعلتنا كما كنا نفكروا بكري فهمت ولا لا، من سندباد البحري، من اللي كانوا معنا أمهاتنا فهمت ولا لا، والعجايز متاعنا يبدأوا يخرفونا فيها. نعم. اللي توا خسارة هي ولا التلفزة هي اللي خذات هذه، ولا حتى الانساء متاعنا ما يخرفوناش الخرافات، وليتوا انتوما التلفزة وليتوا انتوما خذاتوا المكان هذي متاعها. نعم. المشروع الثالث هو المشروع هو دار زمان. دار زمان هو دار زمان هو هو هذايا هو كتاب مفتوح لتاريخ تونس، يتمثل هذا التاريخ هذايا في اكثر من 3000 سنة. اللي والفكرة هذه الاولى كما انت سالتني معناها قبل. نعم. علاش كيفاش جات الفكرة هذه؟ نعم. هو الفكرة بتاع تاريخ تونس على خاطر هو تاريخ عريق جدا وغالب الناس ما يعرفوش. 3000 سنة تاريخ اللي كانت مثلاً كارتاج فهمت ولا لا في الوقت متاعها ووقت الفينيقيين كانت من أعظم البلدان الموجودة في العالم وخاصة في البحر الأبيض المتوسط. وهذه فهمت ولا لا هدية معناها للشباب متاعنا مش يعرف تاريخ بلادهم. نعم. بارد القامس عبد الرزاق كنت تسمع احنا مش عامل دورة وبش تدعيه اليوم ليلة الذكرى السهرية معاك، فهو ذي باش تنقل باش يجيبوا له كل شيء حتى اللي كنتي عن طريق التلفزيون شاهيوك باش تمشي تزور عاد، مش باش مبخلوك باش ما تمشيش. لا باش نشوفوا تو درسمان بالمرحله مرحله خلال هذه السهره. قداش خذا وقت العمل هذا؟ هو خذا سنه. سنه؟ سنه فقط. هذا كله في سنه؟ في سنه. هو علاش؟ على خاطر توانسه الكل اذا كان تعطيهم الفرصه في حياتهم ماشي حقوا احلامهم واحلامنا كذلك، ما تنجمش تتصور المعجزات اللي نجموا يقوموا بها. تولي حتى مش حكاية ماديات، خاطر تولي فهمت ولا لا إنسان فهمت ولا لا يتحدث على الهوية متاعه يعمل أكثر، مش يعطي فهمت ولا لا معناها قيمة معناها للبلاد متاعه. وأعتقد أنه دار شريط ومدينة الأحلام ودار زمان اللي باش نبداو الرحلة معاها الآن في نهاية الأمر هي منتوج سياحي ثقافي جديد، لأنه تعب السائح من انه ديما الطبال والزكار بركه والنظره الفولكلوريه للبلاد، بينما البلاد حضريه وحنا نعيشوا العولمه نتاع الثقافه، فلا بد باش نكون في هذا المستوى حتى كي يجي السائح ما نقعدش نهار كل ندرب كولو والزكره طلع حاجه حلوه، لكن ما يلزمش عنا نظره فولكلوريه للوطن. كل حال مانيش باش نطول اكثر، ادعو شو صار معاك الان الى سؤال دقيق جدا. انت الان في عاصمه
في مجموعة متاع أصوات، إيش تحب تكون ذكر في هالمجموعة دي؟ تخافش تكون ظاهرة ذكر؟ لا أعوذ بالله، ما نحبش تكون ظاهرة. تخافش تكون أنت نجمة لفترة؟ إيش خططت؟ كيفاش برمجت؟ شنو الطرح اللي تحب تقدمه؟ شنو الشخصية اللي تحب تفرضها؟ وكيفاش تنجم تبني علاقة مستمرة مع الجمهور العربي؟ الجمهور العربي اللي أصبح الآن إحنا نعرفه قيمتك مليح. احنا كتوانسه كناس مهتمين بالحياه الموسيقيه في تونس، الحمد لله الناس اللي قاعدين يتعاملوا معاك يعرفوا قيمتك، لكن نحكي على الجمهور العريض. الجمهور العريض اللي كل يوم تدخل له نجم نقول لك 100 اغنيه جديده، يخرج له 50 شريط جديد، تخرج له الاف الفيديو كليبات. شنو هو فلسفتك مخطط بتاع ذكرى؟ هو صراحه اولا احنا ممكن تكون المشكله هذه واجهه برشا ناس، يعني سواء في مخططاتهم او في تفكيرهم، انما تلاحظ وانه في عوده في الشارع العربي ككل للطرب او للاغنيه الكلاسيكيه او للاغنيه الهادفه، سواء على مستوى اللحن ولا على مستوى الكلمه. هذايا سوري يخليني نخطط مثلا، انا واحده من الناس، على اني ما نكونش بالونه تفرقع وبعد اكهو. والحمد لله حتى توا مثلا من مبيعات الشريط يقول لك احنا مصنفين غادي مثلا في العالم العربي، المطرب المستمر ومطرب الأغنية. يعني فما أسماء واردة هكا وفما أسماء في الصف الثاني. يقول لك مثلا فلانة مطربة مستمرة تبيع باستمرار، يعني تعيش مع الناس، مش مثلا اليوم أنا غنيت غنية نجحت ما يشريوليش الناس أو ما يسمعوليش الا ما تجي مثلا اغنيه تنجم تجي بعد 20 سنه تنجح مره اخرى. فهمتني؟ فما حاجات في الوطن العربي تصير عده، يعني قضيه ارقام في نهايه الامر. لا مش ارقام، اي خاطر قلت لي مبيعات تو ذكرى. ما هو المبيعات مثلا، نعطيك مثل اغنيه لولاكي باعت رقم قياس. اين لولاكي؟ شكون اللي توا يهبط للسوق ينجم يشري أغنية لولاكي؟ استحالة، ما نتصورش. أنا حاب نسألك سؤال. أنت غنيتي في ألمانيا مجموعة حفلات مع عمرو ذياب. يعني شنو موقفك من هالحفل هذا؟ هل تلتقي ذكرى مع عمرو ذياب؟ عمرو ذياب يمثل جيل، يمثل نوعية متاع أغنية. طبعا. ما نظلموش لأنه عنده جمهوره. أكيد. الشباب كبير يحبه. لكن وين تلتقي ذكرى مع عمرو ذياب؟ هاكا عندنا نقطة اتفاق، اللي هي هو يغني الناس وأنا بغني الناس، هو يغني ال 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 الجزء في الدماغ وأنا بغني الجزء آخر. ليه معناها تجي ملوخية بالحوت؟ ما تجيش. ما تجيش. أوكي، ما أنا معاك، لكن نلتقي في أنا وعمر في حاجة. أولاً عمر ولا هي فترة اضطرارية بالنسبة لك أنت؟ لا 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 لا، بالعكس، قبلت على خاطر فرصة. لا، في يدي وأني نرفض، وفي يدي وأني نوافق، وهو في يده أنه يرفض. أنا كي شفت الدعاية في المحطات التلفزيونات العربية الفضائية ذكرى مع عمرو ذياب، شيء مش مقابل بعض. والله لا، بالعكس، التجربة أفادت وأفادت. أبش أقول لك حاجة، عمر أنا فنان نحترمه ونحترم وجهة نظره. نحترمه دكار، مانيش من حيث الاحترام نحترمه، نحترم وجهة نظره كفنان. هو حر، أنا مانيش دعوة بيه واللي قاعد يعمل طبعا. فيه، لكن تجربتنا هذه مع بعضنا وبش نعوذوها في لبنان. والله في رمضان. الله يبشرك بالخير. استنيني باش نقول لك نقطة مهمة جدا. تجربة أفادت أني أنا غنيت لنفس الجمهور اللي يستنى في عمرو، ما قلقش، وردد الأغاني وردد معايا أم كلثوم، وكان مبسوط جدا جدا جدا. وجاء عمرو طبعا نال نجاح غير معقول، الحمد لله.
ليه معناها هكا تقتضي الارقام والشوبيز يعني؟ لا 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 لا, لا. يقتضي اني انا نطلع مع؟ لا بالعكس والله. ارقام فيش مثلا كبادجت يعني؟ ليه معناها ربما اغراض تجاريه؟ لا ما نتصورش والله. نعم. ما نتصورش لان المحطه اللي تبنيت الحفل محطه كبيره وعريقه. إيه طبعا. فمش هتستنى الحياه. نسمعها بعد إذنك. تفضل. ذكرى محمد طبعا. نرجع لدار زمان ونواصل رحلتنا مع اخونا سي عبد الرزاق شريط. سي عبد الرزاق الان باش نوصل الى فتره هامه جدا جدا في تاريخنا, هي طبعا كارتاج. وكارتاج عملت فيه مجهود كبير برشا, يعني الخيال اللي داخلوا معاك في العمليه في التنفيذ نتاع الديكور, يعني العمليه مقصوده لانه اهميه كارتاج في التاريخ التونسي اهميه هامه جدا. يعني كيف شفنا تعدينا من فترات معناها تاريخيه, تعدينا من فتره ديناصورات وتطور الانسان, وبعد تعدينا الفتره البربريه اللي كانت هديه هي من طوزر الحمله معناها اللي شاهدتها, وبعد تعداو الفتره العظيمه معناها بتاع تونس هي فتره كارتاج. معناها وصلنا الى 3000 سنه قبل التاريخ, والنجم نشاهدوا اللي في الفتره هذه كانت كارتاج هي اللي تحكم في العالم اجمع, كانت هي القوة في البحر الأبيض المتوسط, أول قوة موجودة في متولاء هي قوة كارتاج, أي قوة تونس في متولاء بالعبقريات متاعها وبرجالها العظام. وهنا نخصه في متولاء حنا بعل اللي رعش العالم كامل في متولاء في الفترة هذيك. هذا اللي كما قالت هي الأخت في الأغذية متاعها في متولاء وفي الكلمات متاعها, اللي فما طاقات معناها كبيرة في تونس منذ 3000 سنة فهمت ولا لا, وإن شاء الله هذوما فهمت ولا لا يخرجوا فهمت ولا لا في جميع الميادين. وهم حاجة نعم كارتاج فهمت ولا لا هي معناها الخرافة متاعها اللي صار فهمت ولا لا اللي جات من الشام واللي كونت معناها كارتاج والقصة متاعها, وخاصة فهمت ولا لا من الناحية المعمارية والناحية الثقافية والناحية كذلك حتى في الخلق وفي الفلاحة وفي الحياة اللي ما تنجمش معناها من الآن معناها من وقت هذاك يمكن ما زدناش برشا كثير. يعني تاريخ كارتاج امرأة, واليوم المرأة مدعومة بقوانين وتشارك وهي عنصر فاعل ونشيط في الحياة اليومية في تونس. هي المرأة عندنا كثير فهمت ولا لا من النساء في التاريخ, مثلا كما اللي صار كما الكاهنة فهمت ولا لا كما في الفترة الهلالية فهمت ولا لا تنصرهم كلهم معناها تنجموا معناها تجو فما حد كذلك من بعدهم نشوفوا معناها تطور إليسا. المرأة في التونسية إليسا معناها من الفرقة القومية, وكانت هكا الفرقة القومية لا. يعني لا. وكنا نسهر بالليالي باش نطلعوا نتيجة كيف حتى الأصوات الفردية حلوة. طبعا صوت البنت وصوت الشاب يا رب إن شاء الله يواصلوا إن شاء الله يكملوا صراحة. وانا نحييهم من كل قلبي على وحياتي عندك وعلى اللي قدموه توا. شكرا 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 يعطيهم الصحة. سيدي عبد الرزاق نرجعوا لك ونرجع انها متعنا بالاغنية هذه اللي حكيت عليها, وكل ما اتمناه لك هو انه مزيد من التألق ونقوله لك من قلبي ذكرى. يعيشك نعم. ربما قابلتك توا هذه المرة الثانية منذ عامين, لكن اعتقد انه برشا توانسة كيفيانا فرحانين برشا ومعتزين بالخدمة الحلوة اللي قاعدة تقدم فيها واللي تشرف الأسرة الموسيقية. يا رب خليك على الأقل أنت نجاحك تستحقه عن جدار. عايشك وش فضل لك. تفضل ذكرى محمد. طيب باش نستدعيك وعلى الفريق التقني كل لأنه يعني عنا مرة باش نستدعي أمال برقاوي يجي بحثنا. أمال طبعا سيبك الكاميرا ويجي بحثنا. ها تفضل ذكرى. وين يا مال؟ اقعد الله. تفضل يا مال لحظة اختك ذكرى غاديكا. هكا يلتقي الإذاعة والتلفزيون مع النجمة. يعيشك ذكرى. باش تخص الحلويات هذيا حضروها لنا دار الشريط مناسبة اختتام
في مهرجان لوحات بهذا. سيداتي لساتي سادتي، ننهي طبعا هذه الحلقة الخاصة من سهرية على الفضائية. إن شاء الله تكون المتابعة جيدة. مرة أخرى شكرا لتوزر، لولاية توزر، لترى توزر، مندوبية الثقافية، طبعا دار الشريط، كل السلطات، كل الناس اللي عاونونا في هذه الحلقة من سهرية على الفضائية اللي باش تتوقف خلال شهر رمضان. إن شاء الله رمضانكم مبروك، ونلتقي بإذن الله بعد عيد الفطر المبارك. اختتام السهرة يكون مع مجموعة أختنا سهام بالخوشة. إلى اللقاء.